تمكنت مصالح أمن طائرة كرد المتمثلة بفرقة الشرطة القضائية من توقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 27 إلى 33 سنة على متن مركبة سياحية فردية، وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي ب 8358 كبسولة من مختلف الأنواع بأحد أحياء مدينة كرد إثر عملية شرطية أمنية.